في السنين الأخيرة بدأ يظهر لفظ جديد في حياتنا منتشر في كل حاجة بنتعامل معاها، وهو لفظ سمارت أو لفظ ذكي. بدأ نسمع سمارت فون، سمارت تي في، سمارت كار. كل حاجة بدأت تقترن بلفظ سمارت في حياتنا. يعني إيه سمارت؟ يعني إيه جهاز ذكي أو سمارت ديفايس؟ الجهاز الذكي هو الجهاز اللي بيقدر يقوم بأكتر من مهمة في جهاز واحد، بيقدر يقوم بمهام أكتر من جهاز في جهاز واحد، وكمان يقدر يقوم بالمهام دي بأقل نسبة تدخل منك، تدخل بشري منك انت. ساعات كمان في بعض الأجهزة الحديثة بتقدر تقوم بمهامها كاملة بدون تدخل منك تماما، مجرد انك بتحدد لها ميعاد بتبدأ وتخلص لوحدها. الكلام ده زمان كان من المستقبل، الكلام ده حاليا موجود، ومستقبلا شوية لما يتطور عالم انترنت الأشياء IoT هيبقى كل الحاجات دي متصلة مع بعضها بدون أي تدخل منك، بتقوم بكل مهامها بالكامل. من ضمن الأجهزة دي الجهاز اللي معانا النهاردة بيعمله مراجعة كاملة، وهو جهاز من شركة أنكر العريقة والمعروفة، وأكيد سمعت اسمها كتير، يمكن عندك كابل منهم أو عندك باور بانك منهم أو عندك أي جهاز منهم في البيت. الشركة دي عريقة قوي، وبدأت تخش مؤخرا في عالم السمارت هوم أو البيوت الذكية بقوة جدا. الجهاز اللي معانا النهاردة هو روبوفاك 30C من شركة أنكر، يوفي روبوفاك 30C، هي مكنسة ذكية من شركة أنكر. عايزين نعرف مميزاتها، عيوبها، امتى تبقى مفيدة ليا وامتى ملهاش لازمة عندي، كل حاجة عنها ومواصفاتها بالكامل في الفيديو ده. قبل ما نبدأ، أنا أحمد حنفي، يلا بينا. في 2016 شركة أنكر، الشركة المعروفة في عالم اكسسوارات المحمول والموبايلات، سجلت علامة تجارية جديدة باسم يوفي. علامة تجارية مهمتها ان هي تصنع كل ما هو متخصص في عالم السمارت هوم، منها روبوتات التنظيف الذكية زي اللي معانا النهاردة روبوفاك 30C، منها أنظمة مراقبة منزلية ذكية، منها أنظمة إضاءة منزلية ذكية، كل ما هو متخصص في عالم السمارت هوم. الريبوت اللي معانا النهارده او الماشين اللي معانا النهارده هي روبوفاك 30C. مواصفاتها ايه؟ عيوبها، مميزاتها؟ تعالوا نشوف مع بعض. روبوفاك 30C، وزي الفكره النمطيه احنا واخدينها عن المكانس الذكيه، المكانس الكهربائيه الذكيه، هي مكنسه بتتحرك من مكانها، بتحدد لها وظيفه معينه، بتتحرك بيها من مكان الشحن بتاعها، بتخلص الوظيفه دي وتحرجع تشحن بنفسها تاني. بس بالنسبه للروبوفاك 30C بتقدر تشتغل لحد من 60 ل 100 دقيقه بتشحنها لوحدها، بتقدر تتحرك في المكان تشحن وتخلص، يعني تخلص وظيفتها وترجع تشحن تاني. طيب ايه مواصفاتها؟ بتيجي ب 3 بوينت كليننج سيستم زي ما انت شايف كده، بتيجي بالتلات فرش للتنظيف، بتبدأ نتت معظم الاماكن اللي بتدور حواليها بحيث هي الركن الضيقه الكورنرز الضيقه شويه تجيب الداست منها او الغبار او كده. بتيجي بوست اي كيو تكنولوجي للشفط 1500 بي اي الساكشن باور او قوه الشفط بتاعتها جباره ممتازه جدا. بتيجي ان هي الديزاين بتاعها حوالي 7 سم، ف يعني الديزاين بتاعها مش سميك خالص مقارنه بالمنافسين بتاعتها زي رومبا. رومبا طبعا هي اعرق حاجه في المجال دوت ومن الحاجات الكبيره قوي وعندهم موديلات كبيره قوي في المجال ده، لكن هي مثلا اقل حاجه في رومبا في المجال دوت 9 سم، دي 7 سم فحجمها صغير. وده يفيد في ايه؟ في تخش تحت مثلا الكنب او تحت الترابيزات تقدر تخلص وظيفتها وتطلع تاني. مش مزعجه في الشغل، في العمل بتاعها صوتها مش عالي، طبعا هي صوت بس مقارنه بالمنافسين بتاعتها برضه صوتها مش عالي خالص، صوتها ممتاز جدا، هاديه قوي في الشغل بتاعها، فما تقرفكش وهي شغاله، ما تتعبكش. ليه بيجي معاها الستراب ده؟ الستراب ده وظيفته ان هو بيحدد الاماكن اللي هي بتروح لها، بحيث ان انت مش عايزه مثلا تعدي غرفه معينه، او مش عايزه تعدي ناحيه لعب اطفال، او مش عايزه تعدي ناحيه مكان معين، بتروح حاطط لها الستراب ده على الارض. هي سمارت انف ان هي تشوف ان انت مش عايز تعدي الستراب ده، انت حاطط الستراب ده عشان حد ليها، تروح جاي عنده تروح راجعه تاني بالسنسورز اللي فيها. وعموما السنسورز اللي فيها بتقدر ان هي تحدد لك ان انت مثلا طالع من هارد فلور لكاربت السجاده او حاجه، من على ارض عاديه من ارض صلبه لسجاده، تبدا ان هي تبدا تحدد دوت وتشوفه بالسنسورز اللي فيها، وتطلع على السجاده تكمل تنظيفها لوحدها. لو انت مثلا حاططها على مكان عالي وهتقع من عليه ما بتقعش تمام، بس حاططها على كنبه بتنضف فوقيها او حاططها فوق مكان عالي وهي شافت ان هو مثلا ده سلم او حاجه هتقع من عليه ما بتقعش، تروح تقدر تميز خلاص السنسورز اللي فيها، تروح راجعه تاني لف وراجعه تاني بنفسها.
ايه تاني، تقدر كمان انك تحدد لها سكادجول معين من خلال الابلكيشن. يعني انا مثلا دلوقتي انا عايزها كل يوم سبت تبدا الساعه 2 تنظف بنفسها المكان ده وتروح راجعه تاني. بتبدا من خلال الابلكيشن تحدد والله بخلال التوقيت دوت كل يوم سبت ان هي تنظف، بتروح مخلصه تنظيف وراجعه تاني. ممكن كمان وانا بره من خلال الابلكيشن، وهي الكنترولز بتاعتها عموما التحكم فيها من خلال تقريبا 3 حاجات، الريموت كنترول بتاعها بيجي معاها، او من خلال الموبايل ابلكيشن زي ما قلنا دلوقتي اللي هو من شركه يوفي، او من خلال المساعدين الشخصيين من اليكسا او جوجل اسيستنت، ما بتعملش مع سيري. بقدر ان انا من خلال الموبايل ابلكيشن ان انا حتى وانا بره البيت مثلا في الشغل او حاجه، انا مروح دلوقتي عايزها تبدا وتخلص قبل ما اروح، ودي كانت بالنسبه لي انا اكبر ميزه ليها لما جبتها من فتره كبيره. ببدا ان انا ببدا بخليها تبدا الشغل بتاعها، بديها الاوردر بتاعها ان هي تبدا تنظف، عقبال ما اروح بكون خلصت وترجع الشحن بتاعها تشحن لوحدها بنفسها. ده بشكل عام وبشكل مختصر جدا وسريع المواصفات الفنيه بتاعتها. الكنترولز بتاعتها ليها اربع مودز او اربع انظمه، سواء من خلال الموبايل ابلكيشن او من خلال الريموت اللي بيجي معاها. النظام الاوتوماتيك الاي ده هتلاقيه حتى في الريموت بشكل ايه، هيطلع لك دلوقتي على الصوره شكل الريموت نفسه، وبي ال A ده الاوتوماتيك اللي هو بمعنى اصح ان انا بدوس عليه بتروح هي بدات تشتغل لوحدها في المكان بشكل عشوائي، تبدا ان هي تروح الاماكن كلها لحد ما تنضف، بتلف بشكل عشوائي في المكان كله، كل ما تلاقي حد او تلاقي حاجه تخبط فيها تروح راجعه تروح مغيره مكانها وهكذا، تبدا تشتغل لوحدها في المكان. طيب النظام الثاني اللي هو النظام ده، النظام دوت عباره عن زي حد كده زي سهم، تمام. النظام دوت ان هي بتبقى ماشيه جنب الحيطه او جنب يعني جنب البوردرز بتاعت المكان، الحوائط بتاعت المكان. يعني مثلا دلوقتي انا خط شغلتها تبدا ماشيه ان هي ما بتعديش لوسط المكان نفسه، تبدا ماشيه ان هي بس على الحوائط على البوردرز على الفواصل نفسها على الجنب. دي ميزتها في ايه؟ ان هي بتضاف لك كل الاماكن اللي انت صعب الوصول ليها او على الاطراف بس مش بتوصل في النص. في نظام التالت اللي هو نظام زي دواير كده، بتبدا ان انت تحطها مثلا مكان متوسخ جدا او حاجه وقعت على الارض، تبدا ان هي تلف حول نفسها المكان بشكل اوسع، تبدا بمكان ضيق تبدا تلف بشكل اوسع ان هي تنظف لك المكان بشكل كامل بشكل دواير بشكل سيركلز كده بشكل دايره بشكل دائري. النظام الاخير اللي هو 30 مينت ديت 30 دقيقه بس، دايما ما بتعدهمش، تبدا تنظف وفي اخر 30 دقيقه بترجع لمكان الشحن بتاعها. دي الكنترولز بتاعتها بشكل عام وبشكل سريع جدا. انا بحاول ان انا اختصر جدا الموضوع عشان ما نطولش الفيديو على الفاضي، ده ريفيو سريع وشامل للماشين دي. يمكن سعرها كمان في على امازون حوالي 230 دولار، بالاماراتي حوالي من 500 600 درهم. سعرها في مصر شفته على سوق على جوميا غالي شويه، ما اعرفش يعني هم حاطين عليها جمارك او حاجه، بس هي سعرها حوالي 7600 جنيه لحد 8000 جنيه على سوق مصر. سعرها بالنسبه لامكانياتها مناسب جدا لو انت محتاجها. طبعا هي سعرها بالمصري عالي شويه، لكن هي بتبقى انت بتحسب حسابك كامله، وهي من احسن الحاجات قيمه مقابل سعر. يمكن الحاجات الاعلى منها او الحاجات الامكانيات الاعلى شويه بسعر اعلى بكتير. اتمنى يكون الفيديو شامل، يكون الفيديو سريع خفيف، وان شاء الله خلاص بدانا نكمل معاك وبدات العجله تمشي. ادعمونا بقى ان شاء الله باشتراك كده جميل، وان شاء الله نكمل مع بعض على طول. اشوفكم على خير. سلام.